¿Apostaba por esta relación? ¿Le gustaba? Yo creo que nadie apostaba por esta relación. Y esta pregunta yo creo que que la puede contestar mi mujer, mis cuñadas. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خوتي اللي غادي نشارك معكم الفاجعة الكبرى التي هزت المجتمع الإسباني اليوم، وجميع القنوات تتكلم على المرأة المغربية اللي لقاوها مسكينة مقتولة في السيارة ديالها من طرف مغربي ولد بلادها. غادي نوضحوا كل شيء الخوت بالتفاصيل. فاجعة كبرى، الأسرة ديال هاد السيدة هادي يعني في صدمة كبيرة، المجتمع الإسباني كامل في صدمة. علاش؟ لأن كيقولوا الآن الجالية المغربية أصبحت تتصدر الجرائم ديال القتل النساء هنا في إسبانيا للأسف. هذا ما أنزل الله به من سلطان لا في ديننا ولا في ثقافتنا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الخوت غادي نوضح لكم بالتفاصيل، لأن كل الصحف الإسبانية الآن تتكلم على هذه الفاجعة، لأن لقاو هذه السيدة مسكينة في السيارة ديالها مقتولة. وغادي نوضح لكم علاش وشنو الأسباب وعلاش هذه الجرائم بدات كتكثر وبداو أصحابها يعني من الجالية المغربية للأسف. إذا الخوت نبداو بالروبورتاج اللي تكلم فيه الأخ ديال الضحية، ورجع نوضح لكم بالتفاصيل كيفاش لقاوها ميتة، علاش، شكون اللي قتلها إلى آخره. غادي نوضحوا شي بالتفاصيل، لكن نتصنتوا للروبورتاج اللي تكلم الأخ ديال الضحية الله يرحمها، ومن هذا المنبر كنقدموا لهم التعازي والله يصبرهم جميعا الأسرة ديالها. نخليكم الخوت مع الروبورتاج ورجع نوضح لكم بالتفاصيل. Hablar un poco de Fátima, Joaquín, porque hemos hablado ayer con muchísimos vecinos del pueblo y todos coincidían en algo. Ella estaba en una relación con un joven unos años menor que ella, unos 37 años aproximadamente, y todo el mundo coincidía en lo mismo. Era un chico bastante celoso y que le hacía la vida un poquito complicada, no la dejaba vivir. Mustafa, no sé si la familia apostaba por esta relación, ¿le gustaba? Yo creo que nadie apostaba por esta relación y esta pregunta yo creo que que la puede contestar mi mujer, mis cuñadas. Ella tenía más confianza con las mujeres para, digamos, de contarle las cosas más íntimas, más... lo que sabíamos, no, nadie apostaba por esta relación. Ella nunca presentó, Mustafa Pilar, denuncia de malos tratos. Ella ha sido una mujer maltratada por el antiguo marido. Ella salía de una relación muy tóxica. Yo la advertí que no cometas otra vez el mismo error. Sí, porque era un chico que buscaba una estabilidad, digamos, legal, porque él estaba en una situación ilegal aquí, y al verla que está separada y tal y cual, una mujer más fácil, era una buena chica, inocente, muy confiada, era una hermana ejemplar. نعم الخوت، كما شفتوا في الروبورتاج الاخ ديال الضحيه اللي تكلمنا على الحادثه كيفاش وقعت، وغادي نفصلها لكم بالتفاصيل، لان جميع الصحف كتكلم على هذا الامر. هذا جميع الصحف كيقولوا كيفاش بان الجاليه المغربيه كانت يعني سمعتها جيده، الان اصبحت السمعه ديال الجاليه في الحضيض. ولينا كنشوفوا الجف ديال الجرائم ديال القتل كتزعموها مغاربه. غير هذا الشهر هذا الخوت كاين اكثر من 5 ديال الحالات، السيده اللي لقاوها ميته في الدار ديالها مغربيه، هاد السيده هذه في السياره، يعني بزاف ديال الحالات الخوت. نحكي لكم هاد الحاله هذه كيفاش وقعت. الشرطه الاسبانيه تلقات واحد البلاغ من عند الاسره ديال السيده فاطمه اللي هي في العمر ديالها 44 عام، قيد حياتها الله يرحمها مسكينه. العائله ديالها ما بقاوش اتصلوا بها، يعني لقاو التليفون ديالها ما كتجاوبش لمده تقريبا يومين، وما كيعيطوا وما كيلقاوهاش، مشاو للدار ما كايناش. فمشاو عند الشرطه في خيرونا وعلموها، قالوا المراه ختنا فاطمه ما بقاتش راغبرات، ما عرفناش فين. الشرطه اول حاجه دارت هي انها خذات النمره ديالها، وعن طريق النمره خذات لوبيكاسيون ديالها، المقر فين راه كاينه، التليفون ديالها فين كاين. الشرطه ديال كاتالونيا مشات كتقلب، مشات متبعه لوبيكاسيون فين كاينه، فوصلوا للسياره اللي لقاوها في واحد البويبلو معزوله، والطوموبيل واقفه، يعني بحال اللي كانت مضيماريه ولكن واقفه الطوموبيل، يعني لقاوها فقط هي اللي راكبه فيها في بلاصه السائق السيده فاطمه الله يرحمها. لقاوها كلها طعنات. الشرطه ديال الخيرونه تفاجات كيفاش ان السيده هذه اللي كلشي كيتكلم عليها مزيان لقاوها كامله مسكينه طعنات بالسكين، يعني وجات الشرطه القضائيه وداروا لها الفحوصات، فلقاوها يعني توفات في المكان ديالها، يعني قتلها تما، يعني ماشي بقات بالروح عدوها مسكينه الله يرحمها وليها برحمه الله. ومن هذا المنبر كنقدم كامل العزاء وكامل التضامن مع الاسره ديالها اللي مساكن مكلومين، واللي اسره كتبان محترمه.
فالسيده فاطمه مسكينه حسب الاخ ديالها وحسب الصحف الاسبانيه بانها كانت سيده متزوجه من قبل ولديها اطفال. الراجل ديالها اللي قبل كان كيعنفها وكان كيضربها، فطلقات منه لسنوات عده وهي كتعيش غير مع وليداتها. في هذا الاواخر تلاقات مع واحد السيد مغربي اللي هو الان متهم بهذه الجريمه، باقي القضاء ما قالش الكلمه ديالو، لكن هو اللي متهم الان في عمره 37 عام وهي في عمرها 44 عام، يعني كاين الفارق هو صغر منها. وجميع الجيران كيقولوا بانه كان مغيار وكيغير عليها بزاف، حتى الاخ ديالها قالها، قال بانه كان غيور عليها بزاف وكان يعني كيعاملها معامله قبيحه، وقال بان الاسره ديالها ما كانتش قابله هذا السيد هذا. الحادثه قالوا حتى الشرطه قال بان السياره اللي لقاو السيده مقتوله فيها بان ماشي ديالها، السياره حسب الصحف اللي قريت قالوا بانها تابعه ديال واحد الميكانيك اللي هي كتعامل معاه على حسب السياره ديالها، يمكن خسر السياره ديالها خلاتها في الطاير فاعطاها سياره اخرى. يعني هذه من ضمن الشكوك اللي الان كدور عند الصحافه، قالوا يمكن مادام هو مغيار ودائما ما كيخليهاش دوي مع الرجاله ودائما متابعها ودائما هذا، قالوا يمكن بسبب انها خذت السياره الجديده اللي عطاها لها الميكانيك، ممكن بانه هو جاته الغيره ودار هذه الجريمه. هذه من ضمن يعني التخمينات اللي الان كتقال. الاخ ديالها قال بان هذا الشاب هذا اللي في عمره 37 عام اللي هو متهم الان بهذه الجريمه ديال القتل، قالوا بانه كان في وضعيه غير قانونيه، يعني ما عندوش الوراق، متفقين يعني ما عندوش وراق، وهي عندها الوريقات ولا الجنسيه، يعني على الاغلب خصها تكون عند الجنسيه باش هو على حسب الكلام ديال الاخ ديالها باش هو يطمع دير ليه هي الوراق، خصها تكون عند الجنسيه. فقال بانه هو طمع فيها وكان باغيها غير على حسب الوراق وباش تسوي ليه الوضعيه ديالو، وكان مغير عليها وكان باغي يحكمها بهذه الطريقه. ملي قال شافها يعني انها كتمارس حياتها بحاله طبيعيه فاقدم على الجريمه وقتلها، والان اللي راه متهم. الشرطه الاسبانيه بدات كتقلب على هذا الشاب هذا اللي في عمره 37 عام اللي هو كان يعني الصديق ديالها. فما اليوم الان وانا كنوجد الفيديو فجانا الحمد لله الخبر من عند الصديق ديالنا بن شريف الله يجزيه بخير انه يعني تم القاء القبض على هذا الشاب هذا، كما كنشوفوا القبض على مرتكب الجريمه في فالنسا، يعني شدوه والان راه متابع وراه قيد يعني الاعتقال ومتابع بجريمه القتل. الاخوان الله يجزيكم بخير، لماذا جميع الان كلشي كيتكلم الان هاد الفيديوهات منتشرين في التيك توك في جميع القنوات هنا الاسبانيه، كيقول لك شوف المغاربه اش ولاو كيديروا للعيالات هنا في اسبانيا. يعني حتى داك الفكره اللي كيقولوا بان احنا المغاربه ضد النساء احنا كنحقروا النساء وكذا، الان هاد الانواع ديال الجرائم اصبحت يعني كترسخها علينا كصوره، وحاشا ولله هذا ما انزل الله به من سلطان، وحاشا واش هذا هو الواقع ديالنا. المغاربه يكرمون النساء، يحترمون النساء. المنتخب الوطني اللي غادي يلعب ان شاء الله اليوم بالفوز، اللي غنكون معكم في مباشر من بعد، بانه اعطى احسن صوره لي يعني القيمه ديال المراه في مونديال في الكاس العالم ديال قطر، ملي كانوا كيربحوا كيمشيو يبوسوا مواتم يديهم ورؤوسهم ويهزوهم وهذا، وبوفال كان كيشطح مع امه. يعني عندنا المراه وعندنا المراه يعني في واحد القيمه، ماشي كما كيسوقوا علينا الناس ديال انه قتل هذه لانه باغي يستغل هذه ديال هذا ديال هذا. لكن للاسف هذه الصوره الان اللي كتباع في الاعلام هنا في اسبانيا بسبب هاد المجرمين، حنا باقي ما عرفناش هو مجرم ولا لا، لكن بسبب الاحداث اللي وقعت قبل، لان احداث كثيره الان ديال مغربي قتل مغربيه، مغربي قتل مرته، مغربي قتل صاحبته، مغربي قتل هذا هنا في اسبانيا، للاسف هذه كتضرب صورتنا كاملين حنا كجاليه مغربيه. لذلك نحن انا كنقولها انا اتبرأ من مثل هذه الجرائم، نحن نتبرأ من فحال هاد الناس، وكنقول بان الجاليه المغربيه ماشي هي ديال صورتها، الجاليه المغربيه تحترم النساء، والجاليه المغربيه يعني خالقه مندمجه لا تلجا الى العنف، الجاليه المغربيه واعيه، الجاليه المغربيه يعني حاضره بصوره اللي كتليق بها، اللي هو جاو لهاد البلدان باش يخدموا باش يكونوا الاسر ديالهم باش انهم يحافظوا، بنادم ما تفهمش كيمشي للفراق للطلاق وكل واحد كيخط طريقه، ماشي هاد الصوره هاد اللي كيسوقوا علينا هاد الناس. الان الاسره ديالها مسكينه بقات مكلومه، زائد ان جميع الجيران كيتكلموا عليها ان كانت سيده طربه خضوره كتخدم مسكينه، كانت سيده انها يعني ظريفه درويشه، قال على حسب الكلام ديال الاخ ديالها قال داكشي علاش هو استغلها، لان كانت درويشه وسكوتيه وكذا، داكشي علاش يعني بغات دير ليه الوراق ويعني ممكن بسبب الغيره قتلها. والان جميع الصحف الاسبانيه والقنوات الاسبانيه تتكلم علينا وتقول
هادو هما المغاربه. الاحزاب اللي كتكره المغاربه والاطراف اليمينيه اللي كتقول لك المغاربه غير كيوسخوا المجتمع الاسباني، الان عندهم العصا باش انهم يعني يضربونا، وعندهم دلائل باش انهم يبينوا المجتمع الاسباني. لكن حاشا ولله، نحن نتبرأ من بحال هاد الناس، كنتبرأوا منهم. والجاليه المغربيه ماشي هي هادي. لذلك الخوت البارطاج واللايكات الله يجزيكم بخير باش توصل المعلومه للجميع. البارطاج باش نوضحوا للجميع بان هذه ماشي صورتنا، بان هذا ماشي ديننا، ماشي اخلاقنا، هادشي حنا كنتبرأوا منه. الا وقع هذه حالات فرديه كيتحملها المسؤول عليها، وكنتمنوا بان القانون غادي يحاسبه ان شاء الله، لان هذه دوله الحق والقانون. اذا الاخوان نحبكم في الله، خلونا الاراء ديالكم في هذه المواضيع ديال هادشي اللي بدا كيكثر، اش كيبان لكم فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله يهدي الجميع. الى اللقاء.